مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج أروقة عراقية. ضيفي اليوم السفير البرازيلي في بغداد السيد لويس دافيلدو. أهلا وسهلا بك سعادة السفير في بلدك الثاني العراق. سيجا بين فيندوس سيور باشادور نو سيغوندو سيو بايس او إيراكي. شكرا جزيلا واهلا وسهلا فيك جنابك وفي سفارة البرازيل. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا سعادة السفير دائما الاعلاميين لما بيلتقوا بدبلوماسيين وسياسيين دائما الموضوع هو بخص السياسة او الطرق الدبلوماسية المتعارفة بين البلدان العربية او الاجنبية. لكن اليوم نحن في موضوع جدا مهم حبلش فيه، هو موضوع كأس العالم أو المونديال يلي عم نشوفه نحن ومتابعه بقطر. انطباعك عن كأس العالم وكونه لأول مرة يحصل في بلد عربي كدولة عربية مثل قطر، كيف شفت افتتاحية المونديال والكأس العالم في هذه الدولة؟ والسيور جاك استمادو كم انترفيستس دو جورناليستس فالاندو دو بوليتيكاس. Mas hoje nós vamos iniciar nosso programa com o acontecimento mundial de Copa do Mundo do Qatar. Como o senhor viu, sediado primeiro a Copa no país árabe, em Qatar, e como o senhor viu a abertura da Copa do Mundo 2022? Eu acho que todo mundo ficou muito impressionado com o trabalho que foi feito pelo Qatar para preparar essa Copa e realmente estão proporcionando um espetáculo magnífico para todo mundo. Na حقيقه كانت Copa جدا جميله، التحضيرات جدا جيده، انطت انطباع جدا جميل في العالم اجمع. يعني برأيك أنه اليوم الدولة العربية قدرت أنه تنافس كأس العالم بالنسبة للدول الأوروبية؟ No sua opinião, o senhor acha que país árabe dá para disputar a Copa do Mundo como outros países? Eu acho que algumas seleções de países árabes têm tido desempenho bastante apreciável nessa Copa do Mundo, como por exemplo Marrocos, a Arábia Saudita, que conseguiram derrotar o time argentino. E acho que o futebol árabe tem muito futuro, é uma questão de tempo e experiência. الفرق العربية أعطت انطباع جدا جيد وتحضيراتها كانت جدا جميلة، مثل المغرب ومثل العربية السعودية اللي قدرت تنتصر على بلد مثل الأرجنتين. فالفوتبول العربي له مستقبل باهر بس يحتاج إلى صبر وتحضيرات. شو أكثر شيء لفت انتباهك سعادة السفير في افتتاح كأس العالم؟ O que mais que chamou a sua atenção na abertura da Copa do Mundo, do Qatar? Olha, eu achei muito, de novo, impressionante o espetáculo, as cores, a festa de congraçamento, vamos dizer, de mundial. O futebol é um esporte que ele é uma unanimidade, quer dizer, ele é a paixão nas Américas, na Europa, no mundo árabe, no Oriente. الاحتفالات بصورة عامة والألوان الزاهية والتحضيرات اللي صارت، الرياضة حقيقة تجمع الكل في هذا الحدث العالمي. سعادة السفير، بما أنه أنت من بلد هي تعتبر من أهم البلدان في موضوع الرياضة وإلى مشجعين يمكن بالمليارات من كافة العالم وهي البرازيل. البرازيل اليوم بكأس العالم يعني الجماهير كلها متوقعة أنه البرازيل تحصل على كأس العالم. كيف أنت بتشوف؟
O senhor, como de um país gigante, especialmente no futebol, tem milhares de torcedores no todo mundo. Como todo mundo acha que o Brasil tem chance grande para ganhar essa Copa? Qual o sentimento do senhor nesse sentido? Bom, eu, como brasileiro, eu estou torcendo pelo meu país. Eu fico feliz que muitos torcedores de outros países também estão apoiando a seleção brasileira. E, como dizem aqui, inshallah. Inshallah. أنا كبرازيلي أشجع أكيد البرازيل. أنا جدا فرحان إنه أكو في جاليات كثيرة أجنبية تشجع البرازيل، وبالأهم منها في هذه الدول العربية إنه يشجع البرازيل، فإن شاء الله البرازيل تفوز. اليوم في مباراة جدا مهمة بين البرازيل وكوريا، بتوقع كوريا الجنوبية. شو بتوقع نتيجة المباراة اليوم؟ Hoje tem jogo de Brasil contra a Coreia do Sul. O que o senhor acha que será o resultado? Bom, eu espero que o Brasil ganhe, mas não existem jogos fáceis na Copa do Mundo. E essa Copa já apresentou muitas surpresas. Então, vamos ver. أتمنى إن شاء الله أن البرازيل يفوز. بس هذه الكوبا حقيقة أظهرت مفاجآت عديدة. إن شاء الله ما تكون مفاجأة، وإن شاء الله إحنا نفوز بهاي اللعبة. مين أكثر لاعب برازيلي بحبه؟ هو جوغادور كي مايز كي سيور غوستا. Obviamente a grande estrela do time brasileiro é o Neymar, mas existem muitos outros jogadores de talento nessa equipe. النجم الأكبر هو نيمار حقيقة، بس لا أكو لواعيب آخرين بالفريق جدا ماهرين أيضا. مين من اللاعبين البرازيليين سابقا يعني القديمين اللي لهم صدى كمان بيعجبوا وبيحبوا؟ Dos nomes antigos de histórias de futebol brasileiro, qual os nomes que o senhor pode citar para gente? Existem muitíssimos. Pelé. Garrincha. Pelé, o Garrincha. Zico. Poderíamos ficar aqui horas. Socrates. Zico. وإذا نريد نعدد الأسماء راح نبقى لمدة ساعات نعدد أسماء لأنهم معروفين ومشهورين بكرة القدم. كرة القدم اللي هي مشهورة في البرازيل واللاعبين المشهورين كثير في البرازيل، والبرازيل معروفة بموضوع كرة القدم. هي الإمكانيات، هل هي يعني البرازيل مهتمة جدا في موضوع الرياضة، أو في فعلا يعني معظم يمكن الشعب البرازيلي بيعرف يلعب كرة قدم؟ بتخيل هيك يعني. برازيل تن grandes talentos e sempre surpreende o mundo no futebol. O senhor acha que isso é natureza de brasileiros ou o Brasil faz alguns investimentos para agregar mais ainda esses talentos? Eu acho que as duas coisas, em parte, faz parte, futebol faz parte da nossa cultura. E, por outro lado, também existe toda uma grande estrutura do futebol brasileiro, na organização dos campeonatos, das competições internacionais. حقيقة هن السببين يجعل التطور بالرياضة. أولا إحنا جزء من تراثنا هو الرياضة وكرة القدم بالأخص، والجزء الثاني هو البنى التحتية الموجودة والدوري الداخلي، الدوري البرازيلي، هذا يساعد في تقوية الفرق بصورة كبيرة. بس أنا بتخيل يمكن حتى نص العالم بالبرازيل بيلعبوا رياضة، يمكن حتى النساء عندهم بيلعبوا موضوع كرة القدم. لا شك عندهم عشق بهذا الموضوع. جوستا دي فيتشبول اي جوغا فيتشبول اتي از موليرز سو جراندز تالنتس نو فيتشبول. Assim, e nós também temos grandes jogadoras de futebol brasileiros, como a Marta, que foi eleita a melhor jogadora do mundo várias vezes seguidas. حتى بالكرة القدم النسائية احنا عندنا أسماء كبيرة مثل مارتا اللي حصلت على عدة مرات أحسن لاعبة بالعالم. زوجته؟ لا، لاعبة كرة قدم. أوكي. مين من الفرق الثانية بشجع بالمونديال غير البرازيل؟
Fora do Brasil, quem o senhor torce para quem para disputar o final? Olha, eu acho que eu, claro, eu sempre torço para o Brasil. Eu acho que quem tem um time muito forte e que tem boas chances é a França. الفريق الآخر اللي يتوقع كلش قوي ويقدر يحصل على المونديال هو الفرنسي الفريق الفرنسي فرنسا فرنسا بعتقد يمكن لعبت مع البرازيل فرنسا ela está perguntando se a França já jogou anteriormente com o Brasil já e infelizmente por exemplo nós perdemos uma final da Copa do Mundo para a França المرة السابقة احنا خسرنا النهائي مع فرنسا. كم مرة البرازيل حصلت على كأس العالم؟ Quantas vezes o Brasil foi campeão do mundo? 5 vezes. خمس مرات. انطباعك سعادة السفير ب إمكانية الدول العربية بإنشاء يعني فرق مثل ما ذكرت قبل شوي السعودية قطر المغرب اليوم المغرب كدولة عربية فاجأتنا بكأس العالم بأنه هي تأهلت وخسرت فرنسا من حوالي أسبوع تقريبا بتتوقع أنه يكون في حظ أكبر للفريق المغربي خلال المباريات الأخرى كونه فريق عربي والسيور سيتو الجمز نومز عربيس كمو عربية سعودية موهوكوس e alguns desses times realmente surpreendeu o mundo até porque o Marrocos já ganhou da França ultimamente. O senhor acha que tem futuro para esses times árabes para disputar junto com os grandes times da Copa do Mundo, próximas Copas do Mundo? Eu acredito que sim. Tanto os árabes quanto os africanos têm muitos talentos nativos, o que falta de repente talvez é um pouco mais de experiência. اتوقع مو فقط بالنسبه للدول العربيه الناميه وانما ايضا بالنسبه للدول الافريقيه تطور كبير بس يحتاج الى صبر ويحتاج الى تدريب. معناته اليوم نحن بننتظر مباراه البرازيل مع كوريا ونشوف النتيجة ليلا إن شاء الله طبعا أنا أحد الأشخاص المشجعين للمنتخب البرازيلي يعني مو بس أنا يمكن معظم العالم يعني البرازيل هي رقم واحد بالنسبة لكرة القدم Então esperamos hoje à noite para ver o jogo de futebol e eu como torcedora do Brasil não é só eu mas milhares das pessoas e nós vamos torcer para ver o resultado bom para o Brasil Eu fico muito feliz e esse apoio moral dos torcedores, outros que não são brasileiros, é muito importante para nós. أنا أشكر جنابك إنه تشجعين البرازيل وأشكر كثير من الناس اللي يشجعون البرازيل اللي هم مو برازيليين بس يحبون ويشجعون البرازيل. طبعا أنا جدا فرحان بهذا الشيء. أنا بحب روبرتو كارلوس ونيمار. Eu gosto mais de Roberto Carlos, como nós falamos, e de Neymar também. سعادة السفير احكي لي شوي عن البرازيل يعني يمكن في كثير عالم يعني ما بيعرفوا التفاصيل عن هي البلد اللي بنعرفه من خلال المواقع التواصل الاجتماعي بلد جميلة مهتمة جدا بالرياضة يمكن أكثر شيء الناس بتعرف البرازيل بموضوع الرياضة لكن أكيد البرازيل فيها أشياء غير الموضوع الرياضة احكي لي عنها شوي هي البلد شو فيها البرازيل من ناحية السياحة من ناحية طبيعة الناس اللغة خلينا نقول الثقافات اللي أنتم مشهورين فيها سيون باشادور gostaria de ouvir do senhor sobre o Brasil. A maioria das pessoas conhece o Brasil como país gigante, muito famoso no futebol, mas nós queremos ver sua vista de falar para a gente sobre o Brasil de outros sentidos, turismo, população, a língua, a linguagem, sentimentos e tudo que para nós conhecemos o Brasil tão de perto. Olha, o Brasil ele tem
Eu acho que ele tem uma imagem positiva no mundo, a música, o futebol, a natureza, mas o Brasil também é mais do que isso. البرازيل معروف بالعالم كله انه بلد محبوب بفوتبول وبموسيقى وبطبيعه خلابه، لكن البرازيل اكبر من هذا بكثير. O Brasil é uma das grandes economias do mundo, tem um setor industrial avançado, por exemplo. Um dos grandes produtos de exportação do Brasil são aeronaves comerciais. البرازيل من اقوى الاقتصادات بالعالم، خصوصا القطاع الزراعي الصناعي، وهو قائد في هذه المرحله للانتاج. O Brasil também é uma potência agrícola do mundo. Entre os maiores produtos agrícolas de exportação, o Brasil costuma estar sempre entre os cinco primeiros exportadores. البرازيل اليوم قوة عظمى في الزراعة والتصنيع الزراعي والتصدير، دائما يتنافس على الموقع تقريبا الخامس، يعني بين المواقع الخمسة الأولى بالتصدير وبالإنتاج. O Brasil é um país que tem uma tradição de convivência pacífica, de atuação construtiva no mundo. البرازيل عندها علاقات ودية مع الجميع بالعالم. Nós temos fronteiras com 10 países diferentes e nós estamos em paz com todos os nossos vizinhos há mais de 150 anos. عندنا حدود تربطنا مع 10 دول. والحمد لله علاقاتنا جدا وديه وطيبه مع كل هذه الدول ما اكثر من 150 سنه. E o povo brasileiro ele tem uma vocação universalista. Nós somos uma mistura das populações indígenas que já existiam com pessoas que vieram da Europa, da África, da Ásia. الشعب البرازيلي طيب جدا وإلى نظرة جلوبال، نظرة عالمية، لأنه الشعب البرازيلي متكون من الشعوب اللي جت من أوروبا ومن الشرق الأوسط ومن كل هذه البلدان. Nós temos, por exemplo, uma grande diáspora árabe que vem desde meados do século XIX, que tem uma presença muito importante na vida política, econômica, social, cultural do Brasil. احنا بالبرازيل نمتلك جالية عربية واصلة للبرازيل مثل القرن التاسع عشر، لهم تأثير كبير ودور فعال بالسياسة والاقتصاد والفن والرياضة في كل هذه القطاعات. Nós tivemos presidente de origem de ascendência libanesa, o presidente Michel Temer, e o vice-presidente eleito do governo que toma posse agora no próximo mês de janeiro também é de ascendência libanesa. كان ان قبل فترة رئيس البرازيل من اصل لبناني. والرئيس الحالي اللي راح يستلم بداية الشهر الواحد إن شاء الله النائب مالته من أصل لبناني أيضا. سعادة السفير لويس دافيلدو، أتابع معك الحديث لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ونعود. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج أروقة عراقية، وضيفي السفير البرازيلي في بغداد لويس دافيلدو. أهلا وسهلا بك سعادة السفير. سعادة السفير، قبل ما أطلع يعني قبل الفاصل كنا عم نحكي عن ثقافة البرازيل أو اطلاع عن هذه المدينة اللي ممكن كثير من العالم ما يعني مو مطلعين عليها أو زايرينها. حكيت لي إنه في كثير جاليات عربية موجودة في البرازيل، والرئيس سابقا واللي نائب رئيس هو من أصول لبنانية. بتخيل يمكن بالبرازيل أكثر جاليتين عربية موجودة في البرازيل هن من لبنان وسوريا، هذا الكلام صحيح؟ سيون باشادور أنتس دي سايد دي انترفالو وسيون جيتو كي وبرازيو تين مونتوز كولتورز مونتوز ديسندنتس نوس أشاموس كي تين مونتوز بوبولاسون دا سيريا إليبانيزا que no Brasil. O senhor acha que esse é a maior população que tem no Brasil a Síria e Libanês?
Da diáspora árabe, a maior parte veio do Líbano, da Síria e da Palestina, embora haja pessoas que vieram de vários outros países árabes também. الجزء الأكبر حقيقة مثل ما تفضلتي هو اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين وأكو من أنحاء أخرى من الدول العربية. بعتقد يمكن أكثر شيء بيشتغلوا بموضوع التنقيب عن الأحجار الكريمة والألماس في البرازيل، اهتماماتهم هنا وشغلهم بزنس تبعهم. العرب؟ إلا تابور كونتاندو سي وزاربز أمايورية ديلز بروكورون أو بروسبكتا أو جويز ديامانتس. também, mas existe uma presença, existe, como eu disse antes, existe uma presença muito forte de pessoas de ascendência árabe em vários setores da economia brasileira. بالإضافة هذا القطاع اللي جنابك تفضلتي به أكو منتشرين في كل القطاعات الأخرى لهم تأثير كلش كبير في كل قطاعات الحياة حقيقة. سعادة السفير، موضوع تبادل الثقافات بين العالم طبعا أكيد جانب مهم، كل حدا بيحب يشوف ثقافة البلدان الأخرى. سأتي للجانب العراقي، لكن خلينا نقول بما أنه حكيت لي بالبرازيل في جاليات عربية، شو أكثر شيء لفت انتباهك من العرب؟ سي استاموس فالاندو دي انتركامبيو كولتوراو سيور جيتو سوبري بوبلاسون عربي نو برازيو مايز vamos perguntar antes qual coisa que chamou mais atenção na população árabe. Eu acho que os brasileiros de ascendência árabe estão perfeitamente integrados no conjunto da nação. Quer dizer, nós não fazemos diferença. O Brasil é uma grande mistura, quer dizer, então nós temos pessoas de ascendência árabe, asiática, europeia, nativa, africana e tudo, mas somos todos uma mesma nação. احنا بلد هجين، عندنا الجاليات من كل الدول العربيه والاسيويه والدول الاخرى، ما نفرق بيناتهم، متعايشين بيناتنا بحيث احنا ما بدنا نشوف اكو فرق، احنا حقيقة أصلنا واحد. E as pessoas de várias origens se casam umas com as outras, então é muito difícil encontrar um brasileiro que seja um puro qualquer coisa. البرازيليين يتزاوجوا ويا الجاليات الأخرى بحيث اليوم صعب تلقين برازيلي أصلي إذا مو عنده أصل من شعوب أخرى. يعني القصد أنه بما أنه بموضوع الجاليات العربية في البرازيل، أكيد أنا كنت بقصد هي موضوع أنه إذا كان في عنده أصدقاء عرب في البرازيل ممكن يكون يلفت انتباهه موضوع ثقافتهم، موضوع لبسهم، موضوع الأكل، يعني هي التفاصيل اللي ممكن يدخل فيها مع العرب. Quando estamos falando dos imigrantes, e o senhor tinha dito que tem muitos imigrantes árabes no Brasil, o senhor já tem alguns amigos árabes e o senhor já reparou alguma diferença de tipo tipo de vestimento, tipo de comida, de cultura, até a diferença física? Não, nós somos, de novo, eu tenho muitos amigos e colegas árabes, não há diferença, quer dizer, o brasileiro pode ter qualquer aparência, então não se nota uma diferença entre as pessoas. احنا مثل ما تفضلت قبل شويه شعب هجين ومتزاوجين مع الشعوب الاخرى. انا عندي اصدقاء عرب كثيرين، عندي زملاء بالعمل كثيرين،
صعب تفرقين العربي عن الآسيوي وعن الأوروبي، لأن إحنا كلنا عايشين في مكان واحد، فمن نحس بهذه الفروقات؟ يعني معلومة أنا عرفتها سعادة السفير أنه أنت عم تحاول تتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة. Uma informação que eu consegui que o senhor já está aprendendo árabe falando e por escrito também. عربية لغة جميلة ولكن صعبة. ولكن صعبة. لو طلبت منك إنك تحكي شوي عربي. Se perguntei ao senhor se consegue falar com a gente pouco em árabe. Eu não me atreveria a fazer isso em público. يعني ما أتجرأ أعمل هذا الشيء. لا لو كلمة. أما palavra só. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب الصعوبة شو اللي لقيتها باللغة العربية؟ Qual a dificuldade que o senhor achou na linguagem árabe? É porque eu tenho mais experiência nas línguas latinas e germânicas. O árabe tem uma, vamos dizer, tem uma origem diferente, embora haja uma quantidade razoável de palavras em português que tem origem no árabe. تعلم باللغات اللاتينية والألمانية أيضا، لكن أكو بعض الكلمات اللي لقيتها كثيرة عندنا بالبرتغيز اللي هي من أصل عربي. وعم بتلاقي صعوبة بموضوع الكتابة؟ قواعد algumas dificuldades no escrito na gramática também. Na gramática pouquinho, o escrito leva pouco de tempo para se acostumar, porque algumas letras são muito parecidas umas com as outras. الأحرف بها تشابه كثير. الصعوبة شوية بالقواعد. وأنا سمعت إنه سعادة السفير خطك جدا جميل. Uma informação que eu tenho que o senhor escreve muito bom, muito bonito sua escrita. Eu acho que isso é muito otimismo da parte do seu interlocutor. يقول هذا المعلومة اللي قلت إياها متفائل كثير يعني بعدني بالبداية. لا أنا هيك سمعت إنه أنت خطك جميل جدا. بعد الحلقة حخليك تكتب لي شيء حتى أشوف الخط. Eu já sei que o senhor escreve muito bem e bonito. Talvez eu vou perguntar ao senhor se escreve para a gente alguma coisa. Não sei se eu teria coragem de fazer isso em público de novo. يقول أنا ما أعتقد عندي الجرأة إنه أكتب هذا الشيء قدام ال يعني قدام الجمهور. أنا سمعت كمان إنه حضرتك محب جدا للمطالعة. Eu sei também que o senhor gosta muito de leituras. Isso é verdade. كل يوم بتقرا؟ هذه المعلومة صحيحة. كل يوم بتقرا يعني عندك وقت إنه أنت كل يوم ترى نوع ما من الكتب. Todo dia o senhor pratica leitura, tem tempo para isso? Sim. Eu, bom, isso a minha vida inteira eu sempre fui apaixonado pelos livros. حياتي كلها انا كنت مغرم بالكتب وما زلت. شو النوعية الكتب يلي بتحب تقراها؟ يلي بتحس حالك انه مشدود لعالم اخر. من خلال الكتاب طبعا. Que tipo de livros que o senhor gosta de ler? Eu gosto muito, principalmente, de livros sobre história. Kutub al-Tarikh, Ahamchi. E também sobre questões da atualidade. Al-Hadatha, Aydan. Kutub al-Hadatha. Min min al-shakhsiyat al-tarikhiyya li bethabba Sa'ad al-Safir? Quem das personalidades históricas que o senhor leu e gosta de falar? Eu posso, talvez eu esteja puxando um pouco para o meu lado, mas o Brasil tem uma coisa curiosa, porque nós somos um dos poucos países do mundo que tem um diplomata como herói nacional. Herói nacional? Herói nacional. O Brasil, عندهم كثير من الدبلوماسيين اللي هم أبطال يعني محليين. Que é o patrono da nossa carreira, o Barão do Rio Branco.
واللي أسس الخارجية البرازيلية هو بارون دي ريو برانكو. Existem várias biografias dele. في كثير من الكتب تبعه. Inclusive uma que foi escrita por meu irmão, que é historiador. والأحلى بالموضوع إنه واحد من الكتب مالته مكتوب كتبه أخي، يعني أخوه كاتب هذا الكتاب. نعم. فهذا انطى دافع آخر بعد. في شخصيات تاريخية عربية أري عنا؟ تاني الجومز personalidades árabes que o senhor leu? Eu já li, por exemplo, sobre o presidente Nasser do Egito. أنا قرأت عن عبد الناصر رئيس مصر. نعم. Já li alguma coisa sobre a história do Iraque, figuras como Harun al-Rashid, por exemplo. قرأت بعض الشيء عن قصص العراق وخصوصا هارون الرشيد. Mas não sou nenhuma autoridade no assunto. بس أنا ما عندي كل المعلومات الكاملة عن هاي المواضيع. أوكي. سعادة السفير أتابع معك الحديث لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ونعود. انترفالو. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام والجزء الأخير من برنامج أروقة عراقية وضيفي السفير البرازيلي في بغداد السيد لويس دافيلدو. أهلا وسهلا بك سعادة السفير. نحن اليوم تعبناك معنا طبعا حقيقة يعني بالبرنامج. حكينا في بداية البرنامج عن كثير تفاصيل. راح أحكي اليوم عن الجانب العراقي. أولا لو سمحت لي قد صار لك وقت عايش في بغداد؟ سيجابين فيندو مايزوما فيز فلاموس سوبر برازيو أغورا نظواموس ستا سوبر إيراكي. Quanto tempo que o senhor está no Iraque? Eu vou completar 2 anos agora este mês. Inshallah, راح أكمل سنتين بهذا الشهر. أكيد كبلد مثل العراق تسمع فيها من زمان، بلاد الرافدين، مدينة الرشيد. خلال السنتين اللي أنت عشت فيهم في بغداد، شو الشيء اللي عجبك في بغداد أو في العراق؟ O senhor, com certeza o senhor já sabe muitas informações sobre o Iraque, dos dois rios e da cultura iraquiana. Com 2 anos, a coisa que mais chamou a sua atenção? Olha, para mim uma grande experiência foi visitar o Museu de Antiguidades aqui. Eu tinha ouvido muito sobre os saques que aconteceram, mas ainda assim eu fiquei muitíssimo impressionado com o acervo para alguém que vem de um país jovem que tem 200 anos conhecer, vamos dizer, a história do berço da civilização foi uma experiência muito impactante. أنا كنت جدا سعيد عندما زرت المتحف العراقي رغم أسفنا للحالة السرقات اللي صارت بها بعد الأحداث. وإحنا كبلد برازيل من أحدث بلدان بالعالم، يعني تاريخ عندنا قليل جدا، بس إحنا بدنا نحكي عن العراق اللي هو مهد الحضارات. سعادة السفير، بما أنه أنت بتحب المطالعة، في بغداد مشهور شارع جدا، ما بعرف إذا أنت حضرتك زرته، هو المتنبي يلي فيه كل الكتب والمكتبات. صار لك فرصة أنك تزور هذا الشارع؟ O senhor, como gosta de leitura, temos aqui no Iraque uma rua chama Al-Mutanabbi, em nome de uma poeta, grande poeta árabe, iraquiano. O senhor já visitou essa rua? Já conhece? Infelizmente, ainda não. Eu estive para visitar uma vez, mas por razões, vamos dizer, alheias à minha vontade, isso teve que ser cancelado. حقيقة كنت متحضر لهذا معرفة هذا الشارع وزيارته وصارت وصلت تقريبا يوم الزيارة، بس بعدين بأسباب أخرى ما قدرنا نحقق هاي الزيارة. Mas continua na minha lista das coisas que eu preciso fazer. بس لكن هي بعدها موجودة بالقائمة مالتي الأعمال اللي أنا لازم أقوم بها. إن شاء الله أكيد راح تشوفه وتطلع تشوف المكتبات والكتب فيما بما أنه أنت بتحب المطالعة كثير. Se Deus quiser, o senhor vai visitar, vai conhecer, vai
gostar. E tem muitas lojas, muitas livrarias e muitos livros lá. Com certeza. Inshallah. سعادة السفير، زرت مناطق أخرى في العراق، يعني محافظات العراق، يعني رحت لبابل، للبصرة، خلينا نقول شمال العراق، أربيل، سليمانية، يعني مناطق العراق بشكل عام، لأنه متنوع بكتير قصص. هل كان لك زيارات لمحافظات عراقية؟ السيور جا فيزيتو alguma província fora de Bagdá, ela citou Babilônia, Basra, Suleimania, Erbil. Já conheceu alguma província fora? Porque o Iraque são várias províncias e várias culturas. Nós estamos programando várias visitas agora para o próximo ano, tanto vamos dizer, na parte sul quanto na região do Kurdistão. في جدول أعمالنا عدة زيارات بجنوب العراق وأيضا في شمال العراق. عندك أصدقاء عراقيين في بغداد بيزوروك، يعني بتتبادلوا الزيارات؟ وسينور جاتين أميغوس إيراكيانوس يتروكون أز فيزيتاس. Algumas pessoas sim. عندي صداقة مع بعض الأشخاص، نعم. عجبك الأكل العراقي؟ سيور غوستو دي كوميدا إيراكيانا؟ سي، nós temos um cozinheiro iraquiano, então eu provo comida iraquiana quase todos os dias. نعم، أنا حبيت الأكل العراقي وعندنا طباخ عراقي وأنا أتذوق الأكل العراقي يوميا. أكلت سمك مزقوف؟ أنا العراقيين مشهورين فيه. وسينور جا اسبرمنتو ومزقوف اكل بيشي. نعم. نعم. شو أكثر أكلة حبيتها بالعراق؟ أكثر أكلة أكلتها وحبيتها؟ أكواوا كوميدا كي مايز غوستان كولوناريا إيراكيانا. بون، يو غوست دو كباب، غوست كباب. Como se diz aquela carne, kibe, saladas. Kubba, salata. Mashallah, أكل الأكل المضبوط بالعراق. Então o senhor já gosta de comida mais popular do Iraque. شو أكثر أشهر أكلة بالبرازيل مشهورة أو حسيت قريبة على الأكل العراقي؟ Qual a comida mais famosa do Brasil e que também igual a comida mais parecida com a comida iraquiana? Ah, bom, a comida, vamos dizer, mais famosa do Brasil provavelmente a feijoada. Mas como o Brasil recebeu gente de todo mundo, tem muitos tipos de comida no Brasil. Comida italiana, japonesa. E muita comida libanesa. Nós comemos muita comida libanesa no Brasil. الأكلة المعروفة هي الفجوادة، بس احنا ايضا عندنا أكلات عربية وأكلات أجنبية كثيرة لأنهم متعايشين بهذا البلد، فالأكلات تقريبا كلها نعرفها يعني. سعادة السفير، في سياح برازيليين بيجوا للعراق، زارين العراق سابقا؟ سيور امباشادور تي الجومس او بالوقت الحالي فييرون برا عراقي كومو توريزمو او agora um pouco tempo atrás para turismo. A população brasileira veio, algum brasileiro veio para turismo aqui no Iraque? Nós não temos controle sobre as movimentações de cidadãos brasileiros, mas como nós somos um país muito grande, eu não duvido nada que brasileiros venham aqui de tempos em tempos. احنا ما عندنا معلومات مضبوطة عن الأعداد اللي تيجي، بس أكيد أنا متأكد الأعداد مش قليلة اللي تزور العراق، لأنه البرازيليين أعداد كثيرة، فبس أكيد الأعداد اللي تزور العراق أعداد كبيرة. Se você for a qualquer lugar no mundo hoje em dia, provavelmente vai encontrar algum brasileiro por lá. أنا متأكد أي مكان راح أزوري بالعالم راح تلقيني برازيلي موجود هناك. أكيد. سعادة السفير، قد ايه عدد العراقيين اللي
تمنحون تأشيرات لزيارة البرازيل. Senhor embaixador, tem ideia quantos iraquianos que senhores emitem visto para eles visitar o Brasil? Eu não tenho esse dado assim de memória, mas nós podemos verificar isso. أنا ما أتذكر الرقم بالضبط بس ممكن أمرر هذه المعلومة لجنابك بالدقة يعني. Existe um fluxo constante de pessoas que vêm à embaixada para solicitar vistos de turismo, de negócio, para visitar o Brasil. عندنا أعداد جيدة لمنحهم فيز سواء فيز سياحية أو فيز تجارية. سعادة السفير، حجم التبادل التجاري بين البرازيل والعراق. طبعا البرازيل مشهورة بموضوع مثل ما تفضلت حضرتك بالجانب الزراعي أو التجاري المعروف فيها، هي كدولة مصدرة للسكر واللحوم وكثير من الأشياء. كمية التبادل التجاري اليوم بين العراق والبرازيل لوين واصلة؟ quando falamos de volume de comércio entre Iraque e Brasil, o senhor já citou que o Brasil é o maior produtor, o maior exportador. Qual o volume de troca comercial entre Iraque e Brasil? Eu estava esta manhã justamente checando os últimos dados. De janeiro até outubro deste ano, o Iraque exportou 499 milhões de dólares para o Brasil. أنا اليوم الصبح كنت أشوف آخر الأخبار. البرازيل لحد هذا لحد الشهر العاشر من هذه السنة، من بداية الشهر الأول للشهر العاشر، صدر 499 مليون دولار للعراق. E o Brasil exportou para o Iraque 442 milhões de dólares. البرازيل صدرت للعراق 442 مليون دولار. Então, no total do ano, a corrente de comércio deve ficar em torno de $1 bilhão. تقريبا المجموع الحالي نتوقع ان لحد نهاية السنة يوصل لحد المليار دولار. Eu acho que o comércio entre os nossos dois países está indo bem. Eu acho que o desafio é diversificar a pauta comercial. الحمد لله التبادل التجاري ده يمشي بخط صحيح. الصعوبة اللي عندنا هو تنويع هذا التبادل التجاري. Hoje em dia está muito concentrado em petróleo do lado iraquiano e produtos alimentícios do lado brasileiro. بالوقت الحاضر محصور من الجانب العراقي ده يصدر النفط للبرازيل والبرازيل يصدر الأغذية بأنواعها للعراق. Os dois países têm muito mais a oferecer. البلدين عندهم طاقات أكبر من هذا بكثير للتبادل بيناتهم. سعادة السفير، من الممكن أن تحصل في أرض عراقية مشاريع برازيلية، يعني مثلا ممكن براندات معينة أو منتجات معينة مختصة فيها البرازيل تفتح في بغداد، كونه في تبادل تجاري مع بعض. O senhor acha que tem possibilidade para ter algumas marcas aqui no território iraquiano, alguns brands, algumas marcas brasileiras se instalam aqui? Com certeza. Eu devo dizer, nós não podemos entrar em detalhes por conta de sigilo comercial, mas existe um grande interesse dos dois lados em promover o investimento brasileiro no Iraque. من بعض المعلومات تكون سرية تجارية، لكن الجانبين اليوم دا يعمل على توطين هذه العلاقة وتحديثها وكبرها إن شاء الله. Nós recebemos este ano a visita do secretário de assuntos estratégicos da Presidência do Brasil. Que se encontrou, entre outros, com os ministros da Agricultura e da Indústria. بالفترة السابقة استقبلنا المستشار لرئيس الجمهورية البرازيلية وزار بالعراق والتقى في وزير الصناعة ووزير الزراعة واتفقوا على الكثير من الأشياء
في تطويرها. E os nossos dois governos estão de acordo em nos esforçarmos para tentar promover os contatos entre os entre as empresas brasileiras e iraquianas com vistas a explorar essas possibilidades de investimento. الحكومتين جادتان في توطيد هذه العلاقة وتقارب الشركات البرازيلية من العراقية وبالعكس أيضا في هذا المجال. يعني رح يكون إن شاء الله حنشوف بالأيام المقبلة والسنين المقبلة يعني تعاون كبير جدا بين البرازيل والعراق. سيورا أشا كي اسبيراموس نو بروسموس ميز بروسموس أنوس كي تنمايز هلاسونيز comerciais entre o Brasil e o Iraque? Com certeza. Como eu disse, tanto os nossos governos estão interessados, nós temos, a embaixada tem uma relação muito de cooperação muito próxima com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Iraque, que tem representações no Brasil e no Iraque. بالتأكيد مثل ما قلت لك جنابك الحكومتين جادات في هذا المواضيع بالإضافة إلى هذا في عندنا الغرفة العراقية البرازيلية اللي إلها مقر في البرازيل وإلها فرع في العراق تعمل على هذا الشيء. E bom, existe novo governo aqui no Iraque. O novo governo vai tomar posse no Brasil no próximo mês. Então esse é momento muito bom para fazer uma reavaliação e atualização das nossas relações. في البرازيل في بداية العام القادم راح يتشكل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات وبالعراق أيضا حكومة جديدة وهذا شيء جيد إنه نبدي بداية لتحسين كل هذه العلاقات. Eu espero que no próximo ano haja várias visitas de alto nível do Brasil ao Iraque e do Iraque ao Brasil. ننتظر إن شاء الله ونأمل في بداية السنة زيارات على أعلى مستوى برازيلية تزور العراق وأيضا السادة المسؤولين العراقيين يزورون البرازيل. يعني حيكون العلاقات على تطور أكبر إن شاء الله بالسنين المقبلة. Isso significa que esperamos melhoria nas relações Iraque e Brasil nos próximos anos, se Deus quiser. As relações já são muito boas, mas tudo pode ser melhorado. الحمد لله العلاقات كلش جيدة بس هذا يعني لازم نعمقها بعد أكثر إن شاء نطورها الله. بعد أكثر إن شاء الله بالأيام المقبلة. سعادة السفير البرازيلي في بغداد السيد لويس دافيلدو، كنت ضيفا عزيزا علي في برنامج أروقة عراقية، ونتمنى طبعا حصول البرازيل إلى كأس العالم وإن شاء الله يا رب تحصلوا عليه. Senhor embaixador, muito obrigado por essa entrevista e desejamos boa sorte para o Brasil. Se Deus quiser, eles vão conquistar a Copa. Muito obrigado a ela de novo. Ela é sempre bem-vinda aqui e inshallah. Inshallah. Inshallah, nós vamos acompanhar as competições que vêm com o Brasil. ويكون لنا فرصة أكيد إنه نزور هاي البلد الجميلة المهتمة بالرياضة ونصير بقى نحبها أكثر. من الأساس نحن بنحب البرازيل من خلال الرياضة، لكن إن شاء الله بتحنا فرصة إنه نحن نزور هاي البلد الجميلة والعظيمة بشعبها وببلدها. Se Deus quiser, nós vamos visitar o Brasil, vai conhecer de perto o povo brasileiro, esse povo receptor e esse país lindo que todos nós amamos. Com certeza será muito bem-vinda e eu espero que ela tenha a ocasião de fazer isso no futuro muito próximo. أهلاً وسهلاً بك مرة ثانية وإن شاء الله تنالج أكيد وإن شاء الله تزورين البرازيل بالمستقبل القريب جداً. إن شاء الله. شكراً 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 سعادة السفير، شكراً جزيلاً. مشاهدينا الكرام شكراً لكم لحسن المتابعة، لكم مني أنا هبة عيادة ومن فريق العمل كل الأمنيات الطيبة. إلى اللقاء.